كريم، انا عايز ارجعك لورا قوي، يعني وقت التعاقد مع روي فيتوريا او المفاوضات مع روي فيتوريا، وانا عارف ان انت كمان عملت مجهود كبير جدا في هذا الامر. الرقم بالنسبه اللي كان بياخده روي فيتوريا قبل كده هو رقم يعتبر قليل. قول لي الاول، اخر عقد كان بياخده روي فيتوريا كان كام قبل ما يجي منتخب مصر؟ عقده الشخصي هو غير المساعدين في سبارتاك موسكو كان 3,800,000 يورو، في حدود هو والجهاز في حدود 4 مليون ونص، ده في الافريج. مع منتخب مصر احنا بنتكلم تقريبا في 2 مليون هو وجهازه المعاون، صح؟ 2 مليون، وهو قال هو يعني هو وقت المفاوضات قال يعني للتجربه وكده، ده بالنسبه لي اقل عقد في مسيرتي الاحترافيه من وقت بنفيكا. القيمه قيمه، لكن انا كان وقتها وده اللي هو يعني صرح لنا بيه ان ده اقل عقد بالنسبه لي انا في مسيرتي الاحترافيه من بعد مفهوم. يعني من طيب، فكانت القيمه قليله جدا مقارنه باللي هو كان بياخده في روسيا واللي كان كده في السعوديه واللي هو اتعرض بعد كده لاحقا يعني في من انديه سعوديه. طيب كريم، في واحدة من الحاجات اللي اتقالت انه الراجل روي فيتوريا كان من المفترض انه هيشتغل على لاعبين شباب وعناصر شباب، انت وضحت منها جزء قصة المنتخب الاولمبي واللي حصل مع منتخب الشباب، بس في برضو اسماء في الدوري كان سنها الى حد ما تحت ال 30، ورغم كده هو رجع واعتمد على خبرات والاسماء الكبيرة اللي عمرها كبير. هل روي فيتوريا كان مجبر فنيا انه دي الاسماء اللي بتأدي كويس والاسماء التانية لا، ولا هو حب يلعب في المضمون؟ ممكن انت يعني انا طبعا ما اتفرجتش للناحيه الفنيه دي معاه، ولكن انت انا اعتقد انا تحليلي الشخصي ان هو كان شايف ان ايه ان انت مع الوقت فحب يلعب بالشكل اللي هو ايه يعني الناس اللي عندها خبرات اكتر، خبرات اكتر، لان انت خلي بالك حتى يعني الناس المخرج الدوري او اللعيبه، انت لو هتبص على القايمه هي في النهايه دي هي ديت اللعيبه المميزه اللي موجوده كمحترفين وكلعيبه. انت بتتكلم كمان ان انت دي مجموعه اللعيبه اللي كانت معاه من بدايه ما وقت ما هو جه، يعني انت مثلا في نقطه مروان عطيه بطلكم الكبير دلوقتي في النادي الاهلي، لكن روي فيتوريا ضمه وهو في الاتحاد، ما كانش وقتها حد حتى بيفكر فيه او ان هو شايفه ان هو لعيب وسنه صغير، وبالتالي بعد انضمامه المنتخب راح الاهلي. فهو انت كان بيتكلم في مجموعه اللعيبه اللي انضمت معاه من بدايه تواجده في المنتخب، ففضل الخبرات. هل روي فيتوريا حصل على موعد للحصول على مستحقاته، ولا اتحاد الكره قال له يعني ساب الموضوع مفتوح؟ لا لا لا، ما فيش مفتوح، واحنا في اتفاق ان شاء الله بتوقيتات محدده، يعني وقت محدد هيتم الحصول فيه على في اقرب وقت. في اقرب وقت. طيب،